انا بحب مبارك لان انا اشتغلت في مجاله كويس في العهد بتاع مبارك. ترشح مين في الانتخابات بقى؟ ترشح مين في الانتخابات؟ وللأسف هم مقدمين أكتر من بلد. يعني أنت شوف الخيامية بقى لها كام سنة أهوت مفيش حد بيتمثلها. يعني منه واحد سرق محل وراح مولع فيها عشان ما يبينش إن هو سرق. هاتلي أي رئيس دولة يعرف يعمل أي حاجة في وسط الأجواء اللي حاصلة في مصر، هيعمل إيه؟ كان نازل عشان تغيير؟ الشباب كان نازل عشان تغيير؟ لا الله أعلم كان نازل ليه، بس هم خرجوا البلد. لا يفهمنا من كل دوت جاي السيسي تاني. السيسي لو مسك البلد ممكن يرجعها زي قبل 25 يناير وأحسن. إن شاء الله.